من جديد تحياتي الرياضيه نرسل لكم من ملعب المرحوم نجيب الخطاب. بعد قليل على ارضيه الميدان حوار اول تاريخي بين الاتحاد الرياضي بيتا طويل. امامكم على الصوره طبعا ضد النادي الافريقي المباراه الاولى كما قلنا وتحدثنا قبل هذا اللقاء، ولقاء في الحقيقه تاريخي بين الفريقين باعتبار اول مواجهه بين الفريقين في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اتحاد تطاوين المنتشي بالبداية الطيبة إلى مرحلة الذهاب 16 نقطة، يستضيف النادي الإفريقي المنقوص من 4 لقاءات باعتبار هذه الجولة أيضا يعني المباراة مؤجلة لحساب الجولة 9، والعائد نقول الإفريقي بترشح لدوري المجموعات فريق الأبطال الإفريقية الأسبوع الفارط طبعا ضد الهلال السوداني. مباراة مهمة وتشكيلة الفريقين، أبدأ بالنادي الإفريقي: عطف الدخيلي، شهاب الصالحي، علي العابدي، اسكندر العبيدي، مختار بن خيطر، رودريغيز، غازي العيادي، سند الخميسي، سهير الدواتي، ياسين الشماخي، وزكريا العبيدي. بالنسبة لتشكيلة الاتحاد للتطوير: وائل الكردي في حارس المرمى، هادي خلفه هيثم الحمدي، محمد أمين المهذبي، مالك الميلادي، كوني خلفه، محمود المسعي، ايضا اللاعب اسماعيل تاكيتي، سليم الزكار اليوم، ومحمد علي عبد السلام. بالنسبه لبنك احتياط الافريقي: شهاب الليلي اختار، سيف الشربي كحارس مرمى الثاني، بين لعيبه يوسف العياشي، محمد سليم العثمان، احمد خليل، وليو جورج. بالنسبه لاسكندر القزري مدرب الاتحاد اختار على بنك الاحتياط محمد كعيب، عزين عبيد، شهرت الفارس، محمد امين الخلبي، كريم مقني، وسيم زغدون، وايوب جرتيلا. طبعا اسكندر القزري في تجربه الى حد الان ناجحه باعتبار فريق كما قلت اتحاد الطويل في المركز الرابع بمعيه الملعب التونسي 19 نقطه، الافريقي في المرتبه 11 ب 11 نقطه، تنقصوا 4 لقاءات. حكم المباراه هو نضال طيف بمساعده يامن المنوشي كمساعد اول، وسيم عماره كمساعد ثاني، توفيق بن حاج علي حكم رابع، وهو مبروك الفلالي مراقب المباراة. هذه أجواء ما قبل اللقاء في مدرجات ملعب المرحوم نجيب الخطاب بتطاوين. أحباء الاتحاد الرياضي بتطاوين كما قلت سعداء جدا باستقبال النادي الإفريقي، وأيضا سعداء بنتائج الفريق إلى حد الآن في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهي المباراة الأخيرة في مرحلة الذهاب بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين، في حين النادي الإفريقي تنقص 4 لقاءات. وسنعود بعد قليل يعني لمزيد من التفاصيل حول يعني المباريات المؤجله بالنسبه للنادي الافريقي وايضا بقيه اللقاءات. لحظات وحكم المباراه نضال طيف في 6 مباراة ليه في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم يعطي سافرته للبدايه. كوني خلفه في وسط الميدان الى الشقيق والهادي خلفه، ترجع الكره الى اسماعيل تاكيتي، هذه خلفه طويله الكره في محور دفاع الافريقي، تقطع من شهاب الصالحي ذي الايسر في تشكيله فريق باب جديد. كره جاكيتي حاول يتعدى، كره مباشره الى 6 المهاجم يطالب بضربه مخالفه، هذه عاده اللقطه الاخيره. المهاجم والحكم يشير بمواصلة اللعب، أيضا المساعد الأول يامن المنولشي، عطف الدخيلي، كرة طويلة تجاوز وسط الميدان، كوني خلفه، جاكيتي في الانطلاق، جاكيتي من اليمين يتعدى إلى سليم الزكار، تقطع من والتدخل على كوني خلفه أمامكم في التدخل الأخير، ربما يكون تدخل قوي في اللقطة الأخيرة. حكم المباراة نضال طيف هذه العادة، ورودريغيز تدخل كان قوي في الدفاع مفرط نوعا ما. شكرا، الإعادة من أكثر من زاوية للخطأ الأخير لفريق الاتحاد. يبقى لعب الارتكاز في تشكيلة اتحاد تطاوين، الهادي خلفه ملقى على ريت الميدان تلقى اسعاف، عطف الدخيلي،
ياخذوا مكانه في تشكيل النادي الافريقي مكان سيف الشربي. ساتحدث ايضا عن التغييرات والغيابات في تشكيل النادي الافريقي. الخطا لفريق الاتحاد في مناطق النادي الافريقي. كره ستنفذ من ميديوم مدوين ملك البلاد رقم 35 عصوره محمود المزعي ثلاثي كيسبا سيتولى التنفيذ. تحذير يرفع كره على مستوى القدم الثاني بالراس وبالراس في دين الحارس محمد امين المهد براسيته في دين حارس عاطف الدخيل. هذه عاده بالراس في دين الحارس عاطف الدخيل. الدقيقه الثالثه من الفتره الاولى. كره في وسط الميدان لفات النادي الافريقي. التغطيه واعتبار عمليه دفع على لاعب الافريقي في التدخل الاخير من سليم الزكار. الكره تمشي للفريق الافريقي تقطع كولي خلفه يربح خطا اخر يربح خطا اخر. نفس اللاعب كولي خلفه في مناطق الاتحاد زوايل الذوادي تدخل يربح من خلاله. مره اخرى محمد امين المهدي نكمل على الصوره. كره طويله تتجاوز وسط الميدان ترجع كوني خلفه ميديوم يرجع تالي المهدي طويله لحارس النادي الافريقي. الدقائق الاولى من هذه المباراه. كره شهاب الصالحي ميديوب ترجع طيب العمليه في النادي الافريقي. كره في المحور ويخرج الحارس ويفقد الكره ترجع دائما لفريق الاتحاد. يتجاوز وسط الميدان ترجع ميديوب محمد علي عبد السلام يحاول ينطلق ميديوب والتدخل والخطأ تدخل آخر قوي وإنذار إنذار اللقطة الأخيرة علي العابدي. نقاش مع حكم المباراة تدخل كان قوي من المدافع عن النادي الإفريقي والخطأ. هذه عاد اللقطة الأخيرة الحارس والكردي يضيع الكرة لكن حسن حظه كان المدافع في التغطية في اللقطة الأخيرة. أجواء في الحقيقة أكثر من رائعة في الملعب. يتم إسعاف لاعب مدوين خارج الميدان بالتأكيد الانتظار حتى يخرج الإطار الطبي واللاعب خارج الميدان. إعادة مرة أخرى حكم تنفذ العملية. حمدي كرة طويلة داخل منطقة 18 طويلة جاكيتي 6 أمتار. قلت يعني تشكيلة الافريقي غيابات بالجملة. وسام يحيى ابراهيم مشيلي سامي الهمامي وسام الدراجي ايوب جارك بلال الخفيفي منوب الحداد فخر الدين الجزيري ساسراكو وباسيرو حمزة العقربي بالاضافة للحارس سيف الشربي طبعا موجود على بنك الاحتياط. بالنسبة لفريق باب جديد رمية التماس بالخيطة ترجع تقطع وحكم نضال طيفي زفر
خطأ في فريق النادي الإفريقي. إلى حد الآن شفناش عمليات هجومية طيبة. الدقيقة الثامنة انطلاق المباراة، ترجع الكرة اللي فاتت النادي الإفريقي، عاد في الدخيلي إلى شياب الصالحي. صالحي كرة طويلة اتجاه زهير الدوادي، زهير الدوادي ما يخلطش، ما يخلطش زهير الدوادي. شياب الليلي طبعا كسب رهان الترشح لدوري المجموعات في رابطة الأبطال الإفريقية للأندية. مش لاعب مركز لا من هذا الجانب ولا من ذاك. الكرة ترجع لمناطق الاتحاد، تقطع من جديد المدوين، مش تركيز يعني بقيت من نصوص فرق. ترجع بدل الكرة وإعادة الحكم، ما يعطيش يعني أسبقية اللاعب، حكم ما يعطيش أسبقية تنفيذ الخطأ وأسبقية اللاعب بطبيعة الحال في هذه العملية الأخيرة بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوي الذي عاد العملية الأخيرة. كرة والحكم يرجع تتفذ الكرة بسرعة، ترجع بلادي مهذبي كريم مقني، هذه خلفة ترجع معاكسة. طبعا نذكر لي احنا يعني في التعليق المنصة الصحفية قريبين جدا، كرة ياكيتي، ياكيتي لفت الاتحاد، ياكيتي وجري فيها. اسماعيل ياكيتي أمامكم على الصورة، كان قريب جدا من افتتاح النتيجة، كرة ومرت جانبية، ياكيتي ينطلق لإعادة العملية الأخيرة، صوب مرت جانبية، كرة عرضية مرت جانبية. سلامات على خط دفاع الافريقي، ترجع مدوين المحمدي، المحمدي محمد عبد السلام ينطلق، لكن هناك لف عرايا من المساعد. قلت التعليق المباشر من المنصه الصحفيه المخصصه هنا في ملعب نجيب الخطاب، يعني قريب جدا من اجواء الجماهير الحاضره في هذه المباراه. كره ترجع لفريق النادي الافريقي، حتى اخر الافريقي يربح خطا، ترجع من جديد الى سليم الزكار، حمدي حارس مرماه وائل الكردي، كره كبيره كيف ما جات محمود المسعي من قبل، ترجع كريم مقري كاساسي في هذه المباراه طويله الى التمس. كريم مقني امامكم مع الصوره من اخر لحظه خذا مكانه في التشكيله الاساسيه لفريق الاتحاد، مكان كوني الهادي خلفه. تنفذ الكره وسط الميدان دائما، المعركه لم تحسم الى حد الان. الثنائيات من هذا الجانب او ذاك، محمد امين المهذبي قائد الفريق، كرة ترجع كريم مقني، محمد عبد السلام انطلق والتسلل، رفع عليه التسلل ضد المهاجم في اللقطة الأخيرة. إذا يحاول فريق الاتحاد يخرج من مناطقه خلال الدقيقة الأولى، هذه عاد العملية الأخيرة والتسلل واضح، واضح يعني عند انطلاق العملية يعني متقدم المهاجم محمد عبد السلام على اخر مدافع من النادي الافريقي. كره وسط الميدان لفريق النادي الافريقي، ترجع معاكسه التغطيه، كريم مقني مدوين باليسار
ترجع الكرة إلى هيثم المحمدي أمامكم على الصورة. هيثم المحمدي يرجع بالكرة. ملك الميلادي، ملك الميلادي محمد أمين المهذبي، محمد أمين المهذبي. جاكي تي حاول يتعدى، لقطة فنية يربح تماس فريق الاتحاد. كريم مقني كرة طويلة جاكي تي لكن ما تخلوش الكرة للمهاجم سليم الزكار بالراس. ترجع من جديد جاكي تي وتسلل آخر، تسلل بإشارة من المساعد أمامكم يامن الملوشي. تسلل الثالث على التوالي ضد خط هجوم فريق الاتحاد. اللقطة الأخيرة الفنية من إسماعيل جاكي تي. كرة ترجع من عاطف الدخيلي ياخو مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق النادي الأفريقي. تجاوز وسط الميدان طويلة بالتغطية محمد أمين المهذبي، توني خلفه كريم مقني المهذبي. ترجع سليم الزكاري انطلق، ترجع إسماعيل جاكي تي، إسماعيل جاكي تي، إسماعيل جاكي تي بالراس يحاول يرفع كرة كانت ترجع لفريق الاتحاد. من جديد محمود المسعي، محمود المسعي تتعدى لكن الكرة كوني خلفه، كوني خلفه. تدخل حكم يشير مسار اللاعب ما تمش خطا في اللقطة الأخيرة حسب تقدير حكم المباراة يظل طيب. ترجع الكرة ومرة أخرى الخطأ يزف هذه المرة حكم اللقاء. هذه إعادة اللقطة الأخيرة وهناك عملية لمس باليد في الدقيقة. هذه العملية الأخيرة بالنسبة لتدخل على كريم مقني لو اعتبرش حكم يعني خطأ لفريق النادي الإفريقي. كرة في مناطق النادي الإفريقي. شهاب الصالحي، شهاب الصالحي يستعد لتنفيذ الخطأ. كرة طويلة في المحور، ترجع من جديد العابدي، علي العابدي حاول يتعدى كريم مقني في التغطية، يتعدى كريم مقني ويربح خطأ، يربح خطأ في اللقطة الأخيرة. أمامكم كريم مقني كيف قلت خذا مكانه في التشكيلة الأساسية مكان الهدي خلفه. كرة في إعادة التنفيذ ربع ساعة تقريبا في الشوط الأول، لا تغيير في النتيجة، 0-0 بين الفريقين. سليم الزكار يحاول، سليم الزكار يتعدى معاه المدافع ويربح خطأ، خطأ لفئة الأفريقي في التدخل الأخير من سليم الزكار على شهاب الصالحي. عملية الدفع والخطأ لفريق النادي الأفريقي. شهاب الصالح إلى عاطف الدخيلي، دخيلي رويدا، رويدا اسكندر العبيدي، اسكندر العبيدي طويلة الكرة في التغطية توصل الحارس وإلى الكورتي القادم هذا الموسم من الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة. محمد أمين المهذبي كرة قصيرة المهذبي، ترجع من جديد والحكم يزفر خطأ هذه المرة لمحمد أمين المهذبي. التدخل القوي من المهاجم النادي الإفريقي على المدافع. تنفذ الكرة ملك الميلادي هيثم المحمدي، يضيع كرة ترويه كان خاطئ تنفذ. ترجع الكرة فاتت النادي الإفريقي في وسط الميدان، غازي عيادي ترجع واحد اثنين محمد عبد السلام لكن ترجع للكرة. كوني خلفه في التغطية ملك الميلادي هيثم المحمدي، هيثم المحمدي يرجع بالكرة، كرة مختمرة أخرى من الجيد لفريق النادي الأفريقي. إلى حد الآن في بعض الفترات يغيب التركيز، كرة في ظهر الدفاع لكن يخرج الحارس وائل الكردي حارس فريق الاتحاد إلى المهذبي. ميديوم لاعب الجابوني، كوني خلفه أحد أبرز اللاعبين في وسط ميدان فريق الاتحاد. كرة قصيرة جاكيتي طيب العملية، كرة تغيير اللعب لكن أسبق الحارس عاطف الدخيلي.
قلت أن السقف لم يرتفع إلى حد الآن من هذا الجانب أو ذاك. كرة بالشماخي مختار بالخيطر في وسط الميدان، غازي العيادي يرجع بالكرة علي العبدي أو اسكندر العبيدي، تمريرات قصيرة في المناطق الخلفية لفريق النادي الإفريقي. ترجع الكرة إلى شياب الصالحي، يرجع الكرة بالتالي إلى حارس المرمى عاطف الدخيلي. عاطف الدخيلي العبيدي من جديد في وسط الميدان، مختار بالخيطر يرجع بالكرة إلى العبيدي. رودريغيز، عملية البناء الهجومي بالنسبة للنادي الإفريقي، كرات قصيرة حاول من خلالها التركيز. كرة من جديد ترجع من جديد و يامن الملولشي يرفع راية وخطأ، يبدو أن هناك لمسة حسب تقدير يعني اللقطة الأخيرة، كرة يبدو أنها كانت بعيدة شوية على يد المهاجم. في العملية الأخيرة تنفذ الكرة نضال طيف في سادس مباراتيه هذا الموسم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المباراة السادسة لهذا الحكم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. عاطف الدخيلي لليمين، العبيدي، غازي العيادي يرجع بالكرة إلى شياب الصالحي. صالحي العابدي، كرة قصيرة يفتح المدافع، ترجع لفريق النادي الإفريقي، مختار بالخيطر، عيادي طويلة تمشي علي العابدي يدخل منطقة 18، يحضر كرة خطيرة مازال اختار هجوم الإفريقي فوق المرمى، كرة فوق المرمى من غازي العيادي. غازي العيادي لم يحكم استغلال العملية والفرصة، يعني هذه إعادة خطأ على مستوى التغطية. علي العابدي ينطلق يرفع كرة على مستوى القائم الثاني، تتجاوز خط الدفاع والتصويب كما جات من غازي العيادي فوق المرمى. كرة ترجع لفريق النادي الإفريقي. شماخي حوالي 20 دقيقة لعب، يرفع كرة على مستوى القائم الثاني بالراس التغطية من هيثم المحمدي. فريقي الويدن الويدن بدا يخرج من مناطقه. كرة الركنية هذه عادة العملية الأخيرة، ياسين الشماخي يرفع كرة هو المحمدي يخرج الكرة للركنية. كرة لفئات النادي الإفريقي، زهير الدوادي في تنفيذ الركنية للنادي الإفريقي، يرفع كرة على مستوى القائم الثاني بالراس والدفاع يتدخل، وهناك عملية دفع بإشارة من حكم اللقاء. عملية الدفع بإشارة من حكم اللقاء نضال طيف، هذه عادة تنفيذ و الخطأ يزفر حكم اللقاء لمدافع الاتحاد. وائل الكردي يرجع بالكرة طويلة تزود وسط الميدان، التغطية من الدفاع الإفريقي. رودريغيز من جديد، كرة ياسين الشماخي حاول ينطلق، شماخي طيب العملية ممتاز، شماخي ويزفر خطأ في اللقطة الأخيرة. أميل المهذبي يرتكب خطأ على ياسين الشماخي لفائدة النادي الإفريقي. على يمين الحارس وائل الكردي، قلت النادي الإفريقي أصبح رويدا رويدا يعني يخرج من مناطقه، والخطأ الأخير المرتكب من قائد فريق الاتحاد. إذ عاد التدخل والخطأ إذا موجود حسب الإعادة، الخطأ لفريق النادي الإفريقي.
الاتحاد الكردي. كرة ثابتة، على الكرة الثابتة يعني تبقى سلاح خطير بالنسبة للإفريقي. سهير الدوادي، خازي العيادي على الكرة، كيف سيتم التنفيذ هذه اللقطة؟ والكرة الثابتة لفريق النادي الإفريقي. كرة زهير الذوادي وكذلك غازي العيادي، تنفذ الكرة على مستوى القائمة الثاني بالرأس فوق المرمى، بالرأس فوق المرمى من علي العادي. كرة تمت بسرعة هذا الانطلاق، كرة من جديد لفريق الاتحاد، لكن ترجع ترجع كرة ريكيز خطيرة وتغطية متفطن حارس الافريقي. نفذ الكرة دياكيتي، دياكيتي حاول يتعدى من الشيت، والخطأ هذه المرة للاعب وسط الميدان ميديوم. التدخل الأخير وطبعا الحكم المساعد يصف الخطأ. كرة ثابتة، هذا التدخل الأخير العملية والخطأ لفريق الاتحاد، وهذا أيضا التدخل الناجح لعتبة خيلي. كرة ثابتة مخالفة، هيثم المحمدي لاعب اليساري في تشكيلة الاتحاد، معها أيضا ميديوم لاعب وسط الميدان الدفاعي. المحمدي يرفع كرة بالرأس والحارس ما يخلصش المهاجم، لكن التدخل كان ناجح أيضا من عاطف تخيلي. العائد لمرمى الفريق باب الجديد، كرة والتدخل، عاطف تخيلي ياخذ كورته، يبقى لاعب الاتحاد محمد أمين المهذبي على الصورة ملقى على أرضية الميدان. حكم يطلب من إدارة الطبي لفريق الاتحاد تطاوين التدخل لإسعاف اللعب. فريق الاتحاد تطاوين إلى حد الآن يعني موجود في مركز محترم جدا، وهذه فكرة على الجماهير الموجودة فوق أسطح يعني ملعب نجيب الخطاب. قلت الحدث مهم بالنسبة للجماهير وأنصار الاتحاد الإفريقي والنادي الإفريقي لأول مرة في تطاوين. الجماهير كانت موجودة منذ الساعات الأولى في حدث كروي وتبق كروي تنتظر، يعني تنتظر تبق كروي ممتاز دقيقة إلى حد الآن. لم يرتفع نسق اللقاء إلى ما هو منتظر في هذه المباراة. كرة أخرى ترجع من عتبة خيلة طويلة، تدخل من كريم مقني ميديوب من الجديد، هو خطأ للاعب النادي الإفريقي جيال الليلي مدرب النادي الإفريقي. كما قلت تغييرات بالجملة على مستوى التشكيلة الأساسية، غيابات بداعي الإصابة والإرهاق البدني، وأيضا ثم غيابات بداعي يعني الإنذار الثالث وأيضا الإقصاء في هذه المباراة. كرة طويلة ترجع لمختار بالخيتر، تخطئ العملية ما ثمش خطأ هيثم المحمدي، ترجع لفتح الإفريقي. كرة طيبة العملية من جديد للإفريقي من الجهة اليمنى، داود يرجع بالكرة إلى المحور اسكندر العبيدي، العبيدي إلى شهاب الصالحي، شهاب الصالحي كرة طويلة، كريم مقري في التغطية من جديد، نادي كوني خلفه للنادي الإفريقي. غازي العيادي يرجع بالكرة بالخيتر، كرات قصيرة من النادي الإفريقي
رودريغيز وسط الميدان الى علي العابدي. العابدي كره مره اخرى ترجع لفريق النادي الافريقي الشماخي، ترجع من جديد تنتفض الكره بسرعه الى دياكيتي، محاوله الانطلاق دياكيتي، دياكيتي يحاول انطلاق دياكيتي والتدخل نجح من المدافع شهاب الصالحي في اللقطه الاخيره. امامكم على الصوره شهاب الصالحي، التدخل للاسعاف. كوم لاباس الذي عاد العمليه الاخيره، حقيقه عمليه انزلاقيه من المدافع الشاب للنادي الافريقي. تدخل كان نجع زهير الدوادي يرجع للتغطيه هو الخطا. زفرو حكم اللقاء لفريق النادي الافريقي باشاره من مساعده. امامكم على الصوره يامن البلوتشي، كره تعود لفريق النادي الافريقي في مناطقه من الجهه اليسرى في تنفيذ شهاب الصالحي. اقتربنا من نصف ساعه لعب، الى حد الان التعادل 0-0 بين الفريقين. كره ارضيه ترجع لفريق الاتحاد، محمد عبد السلام خطير، محمد عبد السلام يحاول يتعدى، التحذير، كره ما توصلش الى محمود المسعي في عكس الهجوم الاتحاد. ملك الميلادي، ملك الميلادي، طيب العمليه محمود المسعي من جديد، هيثم المحمدي من اليسار يحاول يتعدى، هيثم المحمدي يحاول يتعدى، يخلط على الكره، يخلط على الكره يرفعها ويربح ركنيه، يربح ركنيه هيثم المحمدي. امامكم على الصوره اللي عاد والركنيه لفريق الاتحاد. نصف ساعه لعب الى حد الان، لا تغيير في النتيجه، تنفذ الكره بسرعه من جديد، توزيع على مستوى القائم الثاني بالراس، التحذير، ترجع رودريغيز في التغطيه من جانب النادي الافريقي. من جديد هيثم المحمدي، ميديوب، ميديوب كره اخرى في الظهر، طيب العمليه، تربيط خطا من جاكيتي، ترجع معاكس للنادي الافريقي. زهير الذوادي مع المسعي، والله يربح خطا، يربح خطا زهير الذوادي في اللقطه الاخيره. الخطا لفريق النادي الافريقي في منتصف الميدان، التدخل وعمل تدفع المسعي لزهير الذوادي. كره علي العابدي، اسكندر العبيدي، كره في وسط الميدان، يحاول فريق الاتحاد الضغط على حامل الكره بالنسبه للنادي الافريقي. كره شهاب الصالحي، صالحي كره طويله تجاوز وسط الميدان من جديد الى زهير الذوادي، يرفع كره تخرج 6 امتار، 6 امتار لفريق الاتحاد. الشوط الاول الى حد الان غابت فيها الفرص السانحه للتسجيل والتهديف. نوعا ما الاتحاد بدا الشوط بمحاوله الضغط على دفاع النادي الافريقي، بعدها الافريقي بدوره حاول يخرج من مناطقه بعض المحاولات لكن دون احداث خطر حقيقي. ترجع الكره لفريق الاتحاد من جديد، خطا للافريقي وسط الميدان، خاتي العيادي، كره مختار بالخيطر، يرجع الكره التالي شهاب الصالحي، عيادي، اسكندر العبيدي لليمين من الشيت للنادي الافريقي، غازي العيادي، كرة تغيير وجه اللعب الى علي العابدي يحاول يتعدى، وفي التغطية دفاع الاتحاد، ترجع من الشيت
غازي العيادي في مناطقه الافريقي يحاول يلعب. داوود يحاول ينطلق، زهير داوود ينطلق من اليسار، التحذير وكره ضاعت. مازال اختار لفريق النادي الافريقي التحذير. تاكيد في التغطيه وترجع زهير داوود كما جات الكره والركنيه. الافريقي قلت خرج من مناطقه، حاول والركنيه لفريق النادي الافريقي. هذه عاده للانطلاق العمليه، كره زهير الدوادي ينطلق جالي سارق من منطقه 18 يوزع والكره سكري العبيدي. هذه عاده ركنيه، زهير الدوادي يرفع كره مستوى القائم الثاني بالراس من الجيد، ترجع محمد عبد السلام في التغطيه، كره طويله من الجيد والدفاع، كرة تخرج للتماس لفريق الاتحاد. اسماعيل جاكيتي، اسماعيل جاكيتي الدولي الموريتاني سحب الثنائية المؤهلة هذا اللاعب مع منتخب موريتانيا لنهاية الافريقية. تتفادى الكرة بسرعة إلى عطف الدخيلي لليمين، كرة الخيطر اسكندر العبيدي، كرة كما جات طويلة تجاوز وسط الميدان، صراع ثنائي كوني خلفه مع رودريغيز ميدياب، والخطأ الخطأ من جديد اللاعب أيضا الدولي ميدياب لاعب. هذه المباراة الرابعة لهذا اللاعب مع اتحاد تطاويت. كرة كريم مقني، تاكيتي ميدياب، طيب العملية تاكيتي يرفع كرة التحذير من الجيل، عملية الاستواجية فوق المرمى محمد علي عبد السلام هدف الفريق، أربع أهداف إلى حد الآن. هناكم على الصورة محمد علي عبد السلام هدف اتحاد طويل. إذا عاد العملية تاكيتي، كرة عرضية تدخل أول من المدافع محمد علي عبد السلام، استواجيته فوق المرمى. هذه عادة، شكرا لكل الزملاء الحقيقة، الزملاء المصورين قاعدين الحقيقة يعطينا في كل مرة من زوايا مختلفة الأبرز المحاولات. تحياتنا أيضا لمخرج المباراة حسن الغضبان وكامل التقني الفريق التقني. ترجع كرة ميدياب، طيب العملية تغطية والخطأ، تم عملية دفع في اللقطة الأخيرة، تم عمل الدفع من سليم الزكار في اللقطة الأخيرة والخطأ لرودريغيز من جديد. كرة إلى غازي العيادي، غازي العيادي، اسكندر العبيدي، شياب الصالحي، تمريرات قصيرة. الإفريقي رغم النقص العددي على مستوى يعني اللاعبين الأساسيين والتعويضات الكبيرة والغيابات البارزة في تشكيلته قاعد يحاول. علي العابدي يحاول يتعدى كريم مقني في التغطية، جاكيتي ويربح خطأ، جاكيتي يربح خطأ. نرجع قلت الدولي أمامكم، جاكيتي صاحب الثنائية التاريخية مع منتخب موريتانيا اللي ترشح لأول مرة للنهائيات الإفريقية في آخر جولة من التصفيات الإفريقية للمنتخبات المؤهلة. إذا كما قلت الكان كان 2019 تتفادى الكرة الطويلة من وائل الكردي، سليمان الزكار بالراس ودافع الإفريقي قبله من جديد يكون خلفه ميدياب ويربح خطأ، يربح خطأ أمامكم على الصورة. كوني خلفه حقيقة لاعب شاب دام مشوار رياضي على مستوى الأصناف الشاب في اتحاد طويل، ثم تحول للنادي الإفريقي بعد رجع لفريقه بعد تجربه مع فريق اولمبيكس دي بوزيت. كره كوني خلفه من جديد كريم مقني، كريم مقني يرجع بكره التاليه من المهدمي طويله، تياكيتي هو التسلل من جديد، تسلل من جديد، تسلل ضد مهاجم فريق الاتحاد.
تبدأ الكرة. كنت عصورة يعني الحقيقة تشاهدوا من العنصر النسائي المتواجد. شكرا لكل الزملاء المصورين في الحقيقة كما قلت وكامل الفريق التقني الذي يؤمن هذا اللقاء مباشرة من الملعب المرحوم نجيب الخطاب بين الاتحاد والافريقي 0-0 إلى حد الآن. شوط أول لم يبلغ مستوى فني كبير ولم نشاهد فيه محاولات جدية من خط هجوم الافريقي وكذلك بالنسبة للاتحاد. اسكندر العبيد يرجع شياب الصالح يخرج اسكندر الخسري للتوصيات للمنطقة الفنية لأول مرة في هذا الشوط. كرة يربح تمس يضغط التاكيتي يربح تمس. حقيقة اتحاد تتاويل اليوم ما شفناهش على مستوى وما نقول المستوى الفني يظهر به في بقية لقاءات. وهذا المدرب اسكندر الخسري إلى حتى الآن صانع ربيع الاتحاديين في هذا الموسم. ديوب ما يتعداش معاه ثلاثة مدافعين. كرة ولا خطأ؟ الخطأ ضد غازي العيادي. الخطأ لغازي العيادي طبعا من كوني خلفه. كرة توصل لمين؟ مختار بالخيطر. بالخيطر إلى شهاب الصالحي. كرة طويلة في الظهر. علي العابدي ما يخلطش. كرة بن الجيد ترجع لفريق الاتحاد. هيثم المحمدي طويلة. محمد عبد السلام. محمد عبد السلام في التغطية المدافع. كرة في وسط الميدان لفريق النادي الافريقي. لليمين بالخيثر طويلة إلى ياسين الشماخي يربح تماس فريق الاتحاد. اللقطة الأخيرة بعد تدخل ملك الميلادي. رمية التماس تنفذ ترجع في وسط الميدان. كرة لفريق النادي الافريقي. خرج التماس مدافع هذا منكم كما قلت تكيتي يحاول احداث الخطر من خلال انطلاقته لكن الى حد الان قاش التوازن بتاعه. كره كوني خلفه تقطع العمليه ترجع معاكسه لفريق الاتحاد. التغطيه من جديد كوني خلفه المهذبي. كره ضاعت ترجع لفريق النادي الافريقي. سريع سريع شماخي ياسين الشماخي يدخل منطقه 18 خطير العمليه. التحذير والدفاع يتدخل. ملك الميلادي في الوقت توقيت المناسب. كره من الجيد محمود المسعي. جاكيتي بالاقدام محمود المسعي. من الجيد محمود المسعي طيب العمليه. ينتظر تغيير اللعب اليسار في اتجاه هيثم المحمدي. هيثم المحمدي عصوره الى محمد علي عبد السلام. محمد علي عبد السلام يحاول يتعدى تقطع متفطن لاعب الافريقي. العمليه الثنائيه ترجع من جديد لفريق النادي الافريقي. كره ميدياب يرجع كريم مقني لليمين. كريم مقني جاكيتي يبحث على الحلول. طيب العمليه تحذير ديوب وسط الميدان يحاول يصوب ترجع لكن ترجع من جديد لفريق الاتحاد. مسعي كريم مقني من الجديد والخطا. نضال طيف الانذار الى كوني خلفه فالتدخل الاخير طبعا الانذار الثاني في هذه المباراة إلى حد الآن. هذا كوني خلفه في التغطية والحكم يرى أنه يستوجب الانذار. تدخل من كوني خلفه على زهير الذوادي في اللقطة الأخيرة.
الدقائق الأخيرة والمتبقية في هذا الشوط الأول، لا تغيير في النتيجة بين الفريقين. ترجع إذن العملية بالتأكيد، المباراة ستتواصل بعد قليل بعد إسعاف زهير الدوادي وكذلك كوني خلفه. قوم لاباس زهير الدوادي وكذلك الكوني خلفه. حكم الرابع توفيق بن حاج علي تابع في اللقطه. اذا تتنفذ الكره، توصل عطف الدخيلي، عطف الدخيلي، كرة طويلة تتجاوز وسط الميدان في التغطية، ملك البلادي وعكسة وخطيرة شماخي. طيب العملية والهدف الأول، والهدف الأول لفريق النادي الإفريقي. خطأ على مستوى التغطية والتمركز، ياسين الشماخي ينجح في استغلال الكرة. إذن تصبح 1-0 لفريق النادي الإفريقي. طيب العملية واستغلال يعني بالصورة الكاملة للقطة. ياسين الشماخي ينجح في هذا شباك النادي الإفريقي، هذه التغطية كريم مقلي وأيضا ملك الميلادي والهدف. الهدف الأول لفريق النادي الإفريقي. إذا تتغير النتيجة 1-0 في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. إذا 1-0 لفريق النادي الإفريقي أمام الاتحاد. المباراة تعود يعني بسيناريو جديد، كرة طويلة داكيتي، يحط عدد داكيتي، يدخل منطقة العمليات فوق المرمى، عالية فوق المرمى. داكيتي حاول التجاوز المنطقة الخلفية، كرة وطبعا فوق المرمى. اذا هو شهاب الليلي. اذا تعود الكره بضربه 6 أمتار. ننتظر واياكم. تنفذ الكره تتجاوز وسط الميدان من جديد. الشماخي محمد عبد السلام في التغطيه ويربح تماس في اللقطة الأخيرة، يربح تماس في اللقطة الأخيرة. إذا الأسبقية إلى حد الآن 1-0، زوز دقائق إضافية. يرفعها من الحكم الرابع توفيق بن حاج علي. ترجع الكرة زهير الدوادي، يتعدى زهير الدوادي. طيب العمل إلى التماس، التماس لفريق الاتحاد. يعني الإفريقي عرف يخطف الهدف وعرف يستغل ارتباك لعبيد الاتحاد. 1-0 للنادي الافريقي. كرة اذا ستعود برمية تماس. علي العابدي امامك مع الصورة، تتفضل الكرة، يربح تماس هذه المرة فريق الاتحاد تتاويت. كرة كريم مخلي طويلة، تغطية ميديوم، كرة طويلة إلى محمد عبد السلام بالتغطية. المدافع اسكندر العبيدي حارس عطف دخيلي. كرة تتجاوز وسط الميدان، كريم مقني للتماس مرة أخرى. نعيش وإياكم الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي والمحتسب بزوز دقائق في هذه الفترة الأولى. كرة من جديد، تمس لفريق النادي الإفريقي. ترجع الكرة، رمية تمس علي العابدي، نبذ الكرة زهير الدوادي. زهير الدوادي كرة من جديد الشماخي، ويربح تمس فريق الاتحاد في اللقطة الأخيرة.
رمية تماس لفريق الاتحاد. وفي هذه الآونة بالضبط حكم اللقاء نضال طيف. مشاهدينا الكرام، يعلن نهاية الشوط الأول من هذه المباراة بنتيجة التعادل، عفوا التقدم في النتيجة 1-0 لفريق النادي الإفريقي. 1-0 هدف ياسين الشماخي منذ طبعا اللحظات الأخيرة، مكن الإفريقي من اختطاف الهدف الوحيد لحد الآن في هذا الشوط الأول لفريق النادي الإفريقي. قلت النادي الإفريقي رغم الغيابات في تشكيلته فإنه نجح إلى حد الآن في أخذ الأسبقية في النتيجة 1-0.